başında çok şey var. Hiçbir şey bir neden değil ki, ama hak ettiğimi düşündüğünde hiç de adil değil ki. Sen nesin ve kimsin? Sağlı yaralı balıkları gitsin misin, artık çok gerginim. İster istemez her şeyim sende rehin. Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin. Bu ne zor bir dosya, sen ne kolay bir kararsın. Senden görünmüyor önüm ve ne kolaymış fikri öyle. Hep anlatırdı sevdiklerim böyleyken böyle olur. Söz söylenir göz dolar, haziranlar şubat olur. İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım. İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim. Ben deli dolu biriyim ama şu an sadece doluyum. Kırılmış bir sağ kolum, gönlü bir hayli kırık. Yapayalnız bomboş bir yolum, beni arayan orada bulur. Sözüm bittiği yerde bekliyorum. Canım malum yarım eksik. Bu kadar mı kolay çeken insan sevdiğinin şakaklarına tetik. Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik. يا شباب مين موجود على الباب؟ رح يصير في تسليم معتقلي. أنا عند الباب رح استلمك. تعالي معي. ملتم أنا جاية مع السجينة، رح نعمل لها فحص دقيق. أنا عم بستناكي. يلا فوتي. رح نروح على الفحص. منيحة أنت؟ الجداد هيك بيكونوا بالأول. تتعودي مع الوقت. طبعاً إن شاء الله تطلعي من هون قبل ما تتعودي. خلي علاقتك مع الإدارة كويسة، تمام؟ كوني منيحة مع الكل. ما تنسي كمان شو قلت لك. عم بعمل معك منيحة وانصحك. فوتي لهون يلا. عمهلك. عمهلك. على اليمين. يلا فوتي. قربي لهون. شلحي الجاكيت. شلحي الجاكيت لشوف. كل شي معك حطيه هني. يلا بسرعة. يلا تحركي. افتلي. يلا افتحي تمك. افتحي كمان. حركي لسانك. حركي يلا. حركي يمين. تمام نزلي راسك لشوف شعرك. اهدي. يلا ارفعي راسك. شلحي الكنزة. شلحيها. هاي بنتك؟ ما تتلهي. شلحي بنطلونك وتيابك الداخلية. يلا يلا ما تتلهي. ارفعي ايديكي. ارفعيهم كمان. شلحي بنطلونك. شلحي البنطلون. خلصيني. يلا شلحي تيابك الداخلية. كل تيابك الداخلية شلحيها. يلا هيك التفتيش عنا. على اليمين لقدام، على اليسار. عادي هون. دينيز ديمير. إذا مع الأيام صار عندي ابن بدي سميه ديمير. قديش عمرك؟ 34. متزوجة؟ جاوبيني. في أولاد؟ إيه أنا عندي بنت. خلص طولي بالي. شو اسم بنتك؟ إيجا. أمي. إيجا. أمي. أنا كتير ضروري إنه أتواصل معها. ما فينا هلأ دينيس. ما فينا.
خليني احكي معها بس دقيقة واحدة. ما منقدر هلا، ممكن بعدين. لو سمحتي اهدي وعدي، هذا التليفون ضمن القسم. تمام، عدي لو سمحتي وقعدي شوي. لو سمحتي بس دقيقة، عمل لك اهدي وقعدي. بترجاك لو سمحت، منحاول بعدين. لو سمحتي عدي، لو سمحت بس لو سمحتي عدي مكانك. لو سمحتي. لا تعالي، وين رايحة؟ تعالي لهون، جيبي امي وهدى وتعالي بسرعة لعندي. مش هو معي؟ خلاص اهدي، لو سمحتي اهدي. ما قلت لكم تجيبوا مهدئ؟ روحوا جيبوه بسرعة. خلص روقي اهدي، لو سمحتي لازم تهدي شوي. شوف بنتي، تركوني. خدي نفس، بدي شوف بنتي شوي. شو صار معكم؟ بعدو روقي، خدي نفس عميق. مشان الله خلوني اهدي شوي. اهدي سكوها، سكوها رجليا، يلا مسكوها منيح. لو سمحتي اهدي، اهدي شوي، اهدي وحاولي تاخدي نفس. خدي نفس، خدي نفس. بنتي، خدي نفس. بنتي، 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 وينك بنتي؟ ما رح اتركك. بابا قوم ان شاء الله. بترجاك قوم وارجع لصحتك بسرعة، بترجاك ارجع لو سمحت. بابا إيجا، إيجا شو صاير؟ أخي شو صاير لك؟ أخي ما رح تفيق للصبح. دقات قلبه منتظمة، خليك عم تراقبيه على طول. تمام. العملية صعبة، بدنا ننطر. بابا طولي بالك انتي. أول ليلة بتكون صعبة، بس مرقت عليكي بسرعة. في شي خبر من المشفى؟ ما في خبر لهلا، بس ادعي له ما يموت. وإذا مات؟ 15 سنة. ما تحطمي حالك، أنت بحاجة كتير للمعنويات، وإلا رح تصعبي القصة. كل حدا من المساجين له غرفة، وفي عندكم ساحة مشتركة مفتوحة على كل الغرف، تقدري تجيبي شاي أو قهوة أو أي شيء بيشبهون على الساحة المشتركة. تلفزيون بين الساعة 7 الصبح والوحدة بالليل، وبرمضان في بث مباشر 24 ساعة. امشي يلا. البواب بيضلوا مفتوحين ولا بتقفلون؟ نحن ما منقفل الباب على حدا بنوم، بس منقفل المداخل الرئيسية بعد ما تصير الساعة 12 بالليل. والمساحات المشتركة هلأ رح أعرفك عليهم من هون. المنفردة تبعك اللي رقمها 222، شايفة هداك الزر الأحمر المحطوط هنيك؟ إذا حسيتي بأي شكل من أشكال الخطر، أو إذا أي حدا حاول يأذيكي أنتي أو حاول يأذي غيرك، أو إذا شفتي شيء مخالف للقوانين، تضغطي على الزر فوراً. القانون الذهبي، فهمتي علي؟ منيح. ما في حدا هون لأنه بهالوقت بيكون الفطور. إذا جوعانة حطي غراضك وروحي لعندهم مشان تفطري. ما بدي أفطر. مثل ما بدك. فيني أسألك سؤال؟ أنا إمتى رح أقدر أحكي مع بنتي؟ حظك حلو، اليوم يوم الاتصالات، بصير مرة بالأسبوع،
رح جهز الأوراق المطلوبة وبتواصل معك وبخبرك. فوتي هلا حطي غراضك جوا. ست أزلام ناطرينك بنقطة الحراسة. تمام أنا جاي. فوتي عدي ومنحكي بغير وقت. الله يوفقك. ولا حرف بدي اسمع منك. فهمتي؟ ولا حركة ولا حركة. الوضع امان ماشي. اوعك تحكي مفهوم. نورتينا. اهلين فيكي يا حلوة. قمر مثلك شو عم تعمل هون؟ تعي لهون. شو عم تعملوا؟ خرسي. شو بدكن فيني؟ خرسي. رح حطك بعيوني ورح اهتم فيكي كتير كمان. في عنا شغل لازم نخلصه مع الست ناجية. رح روح خلصه وبرجع لك فورا. وينك ناجية؟ ناجية؟ رح أعمل لك مينيكور وبيديكور. رح تطلعي بتطيري العقل. يا حبيبتي يا ناجية، رح أعمل لك مينيكور وبيديكور. ليش سرقتي السيم كارد تبعي بوقاحة وعطتي يا لقدرة تحكي لي؟ شو هالحكي؟ أنا ما عملت شي أبداً. حاجة بقى، مو أنتي؟ أختي الله يلعني إذا اشتكيت عليكي. والله ما عملت هيك، ما عملت هيك. يا بنات إلا من الصبح عم تقول مو هي شكلنا غلطنا، مو هي اللي عملتها. لا الصراحة من خوفها رح تعملها تحتها. حظها حلو إنها قاعدة على كرسي التواليت. ليك ناجية قديش بريئة، ما عملت شي. لأنه اللي عامل شي ما بيتطلع بهالطريقة. ما غلطنا بحقك ولازم نراضيكي بما أنه جاي زوجك بكرة. جاي زوجي؟ إيه صح، إيه جاي زوجك ليزورك. ليك نحنا لازم نجهزك منيح قبل ما يجي. شو بتحبي نعمل لأختي؟ شو بتحبي نعمل لأختي؟ بنعمل لها تسريحة العروس يلي بتطير العقل. بتطلع كتير حلوة تسريحة العروس. رح نخليها تصير حلوة مثل العروس وأحلى عروس. ثبتي عذراء، بترجاكي لا تلمسي لي شعري. عذراء ليك اعملي شو ما بدك بس اتركي لي شعري. زوجي بحب شعري كتير، بترجاكي. خلص بقى خرسي تسكتي لي. هلا شوفي كيف رح تطلع حلوه. اي والله مو معقول، يعني حتى شو نعمل معي؟ فما عم نظبطك قبل ما يجي زوجك يزورك. لا تتحركي يا ولا. عم تعملي؟ شو كنتي عم تعملي؟ اهدي طيب. انا بس كنت يلا قليلي. كنت خايفه شوي لهيك. اذا مره تانية بشوفك جنب الزر وحيات عيونك رح ورجيكي شي مو شايفتيه بحياتك. فهمتي ولي؟ تمام. اتركوها خلص شغلي معها. طلعي فيني يا حلوه، شوفي شعرك شو حلو. رجعتي صبيه باول عمرك. حركي. الله لا يوفقكم ان شاء الله. رح خليكم تدفعوا ثمن هالشيء. رح خليكم تدفعوا ثمنه. يلا تعي. الله ياخذك. شو مسروعه؟ طلعي فيني. طيب
طلعي مني، لا تبكي، طلعي حاجة بكي. إذا بتوقفي بطريقي فوراً بقتلك، فهمتي ولا لا؟ يلا 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 يلا، ورجيها الإقلام لخالته عزراء. ليكا يلا حاكيها. خالته عزراء، شو في إقلام التلوين تبعاتي؟ بنتي عم ترسم رسمات لدرجة إنه إذا بتشوفوها بتفكروها صور. مين هاي؟ أهلا وسهلا، اتطلعي بنتي بعيون خالته مثل الخرس، ما شاء الله سبحان الله، حلوين ما؟ ايه مو حبيبتي؟ الله يحميها. يا ربي شو أعمل؟ دينيز ديمير بالمنفردة 222 بواحد. شكله في طعم جديد بين عزراء وقدرة، مو هيك؟ مراد انتبهوا على هالبنت، خلي الكل يكون عيونه مفتحة، مفهوم؟ عفوا بس لا تنسوا انه عم نحكي عن سجينة جديدة لسه ما تأثبت جرمها لليوم. فيهم يستغلوا وحدة ما غلطت بشي ويخلوها طعم ليقدروا يهربوا غراض ممنوعة من برا مع الزوار، عم تفهمي؟ ممكن يكون تليفون أو مخدرات وحبوب أو أي شيء ممنوع. مو مكتوب هالشي بكتاب العلاج ست ميليس؟ وليش كتير واثقة لهالدرجة؟ بالوقت اللي كنتي فيه بالشارع عم تلبسي وتتغندري، أنا كنت مشغولة مع الناس هون. ضغط وعقاب وتقبل، هذا كله هروب للشغل الأسهل يا ست نيهال، وهذا اللي عم تعمليه هون. بس ضروري تفهمي هالشي، هون السجن تغير كتير عن قبل، وزارة العدل حددت هالمكان ليكون كمنطقة نقدر نطبق فيها تجارب أعمال إعادة التأهيل والتعليم، منهاج معاصر أكتر. يا دوب نحن عم نقدر نخلق فرق مثل هيك، وإلا ما في داعي أبداً ليكون في سجن تجريبي هون. هاي ميليس رح تجنني والله. مرتي الحلوة اسمعيني منيح، خلص ما في داعي تبالغي كتير. يا مدمنة الشغل، برأيي أنتي لازمك شوية راحة، ما هيك؟ لا مو وقتها، هنن كانوا عشوي رح يقتلوا بعضهم من يومين، صرت أخذ تحذير بعقوبة مرتين بسببهم. صباح الخير سلطانة قدرت، وصل الأكل. وانت جايبه مليان ولا فاضي؟ معقول هالحكي؟ في اغراض مرتبة كتير تحت البيض. فهمني، المرة يلي اجت جديد شو قصتها؟ قلي. هاي المرة اسمها دينيز، ما انا مهمة. اخلي عيونك عليها، بيبينوا بسيطي، والقطة بياكل عشاهم وبعدها بتطلع بتلاقي صاروا إدارة، أو صاروا مثل البنت يلي اسمها عزراء. انتبه منيح. تمام أختي. هي بنتك؟ إن شاء الله ترجعي لعن قريب. إن شاء الله ما تطولي عليها. ما تواخذينا، ما استقبلناكي بشكل منيح. أنا جالي دينيز. وأنا دودو. الله يفرج عنك أختي. شو عملتي؟ خلص لا تتضايقي، السجن الحقيقي هو إنك تخبي كل شي جوات قلبك، وهيك رح تتضايقي.
روقي خلص، كل شي موجود هون عنا، ما عندك مصاريف سوق، وبما إنه جابوكي لهون ومشي الحال فلازم تتأقلمي. وهي حبيبة قلبنا اسمها أويكو، سلمي على خالته. مرحبا. مرحبا. لو كانت بنتك معك هون، يعني أنت وبنتك مع بعضكم كنتوا قعدتوا دفيانين ومرتاحين، ما في هم بنوم وكل شي موجود، صح؟ وشو بدها تساوي بهذا القرف؟ يو، أي قرف ها؟ عن أي قرف عم تحكي؟ وحدة غبية، سمعاني حالك شو عم تحكي؟ اهدي دودو. شو بنتك بنت وبنتي لعبة ليكون؟ أنا والله ما قصدي هيك بنو، بسيطة. شو قصدك لكان؟ شو قصدك لكان؟ فهميني. اهدي بقى، يا بتسكتي يا بسكر لك تمك. يلا أنا يلا، من وين بيجيبوا لنا هالأشكال هي؟ خلص طولي بالك، وحدة مسروحة. تمام يلا. ليكي والله ايه ايه ايه، خلص حفر مية بكسر لك راسك. خلص عيب عليكي. والله يلا خريم. امشي. مفكرة حالك أميرة يعني؟ ايه خلص. يلا دودو، يلا حبيبتي. يا الله شو صار لها؟ لا توهزيني، صدقيني هي حدا منيح، بس يمكن لأنه تارك الدخان لهيك صايرة عصبية شوي زيادة. ليكي أنا ممثلة المهجع، أنا يلي بأمن تواصل بين الإدارة والسجناء، إذا بيصير أي شيء بتجي بتقليلي فورا، تمام؟ طيب يلا تعي تعي نشرب شاي، تعي تعالي. ليكي هي البنت عزراء يلي تعرفتي عليها، هي هي غرفتها، هي رئيسة القسم، يعني كلامها هو يلي بيمشي. تعي نقعد هون، قعدي واسترخي ارتاحي، رح جيب لك فنجان قهوة. وهي البنت يلي كانت معها اسمها حسرت، بيقولوا لها بهلوان مصارعة، شاركت بشي 40 مسابقة بس ما أخدوها لأنها مرأة. عندها قوة مجنونة، ما بتبعد عن عزراء أبداً. ومين هي المرأة اللي كانوا عم يقصوا لشعرها؟ هي ناجية، ناجية الخويفة، هي إيدها اليمين لقدرة رئيسة القسم بيتنين. بين قدرة وعزراء في حرب على مين يلي رح تقدر تمشي كلمتها على كل السجناء بالساحات المشتركة، ومين يلي رح تصير مديرة على القسمين سوا، مين يلي رح تدير هالمطعم وغرفة الغسيل. وبطبيعة الحال هالشي بينفع الكل هون، يعني هالشي بيساعدهم يفوتوا بضاعة من برا لهون، في قانون واحد بهالقسم. اعملي شو ما بدها عزراء وخليكي بعيدة عن قدرة. عزراء بتهتم باللي معها بكل الأحوال، هي مديرة كتير منيحة، أما قدرة مو هيك أبداً، يعني بقصد هي أنانية، هي بتفكر بمصلحتها وبس. وكمان ما في زرار حمرة بنوب، إياكي تضغطي عليهم حتى لو كنتي رح تموتي، بيكسروا لك أصابعك، بيقطعوهم شقف شقف. المديرة قالت غير هيك؟ وقت بيخلص شغلها هون بتروح على بيتها، وعزراء وقدرة بيبلشوا شغل. بلش وقت التنفس، بي واحد بي اتنين اطلعوا لبرا، بي واحد بي اتنين اطلعوا لبرا. شوفي وقت التنفس كتير مهم، قد ما بتقدري حاولي تشوفي السما، هالشي بيذكرك انه لساتك عايشة. شوفي السما حتى تشبعي. Al yanaktan vazgeçtim, acıcım ortaya çıktı. Al yanaktan vazgeçtim, acıdır murada düktüm.
Alya Nap'tan öptüm. Alya Nap'tan vazgeçtim. Acıcık Murat'a صرتي مثل القطة المعاقبة لما انقطعت علاقتك مع برا. ما عاد حدا عم يتطلع فيكي لأنه ما صفي عندك شي تبيعي. مو هيك؟ رح انهيكي وانهي قدرة وانهي كل أنواع شبكات الجرايم اللي عم تخلقوها بهالسجن، فهمتي؟ حلو شبكات لكان. الله الله، والله نحن قاعدين بهالباحة عم ناخد فيتامين دال ونتمشى ونشوف هالعالم المبسوطة. شوف اللي بالمنفردة. ضفنا اسم بنتك على قائمة الهاتف. رح تخلوني احكي معها؟ رح تحكي معها بيوم موعد المكالمات. شكراً لك. والله إذا بدنا نحكي الصراحة نهال معها حق. كيف بدنا نقدر نفوت السيم كارد من برا لعنا لهون؟ شو بدنا نعمل؟ ايه الحق معك والله، من وين هلأ بدنا نقدر نجيب شريحة على السجن يعني؟ ما هذا اللي عم قوله أنا، نحن من وين بدنا نقدر نجيب شريحة؟ ونفوت لهم. رح نلاقي عصفور جبان ونخنقه بسهولة ونخليه فوت شريحة التليفون لعنا، وقبل ما تطلع قدرة من المنفردة رح نضيق عليهم ونخليهم يجنوا على الأخير. عرفتوا شي عن هاي المرة اللي واقفة هني؟ ما بتحكي كتير. عرفت إنه عندها بنت، هي ما حكت عنا. ليكي بس شكلها بتخاف من كل يلي حواليها. حلو كتير، مهمتنا نخلي هالشخص اللي بيخاف يعمل شو ما بدنا. هيك بنقدر نفوت السيم كارد. انتباه الكل يسمعني، انتهى وقت التنفس. الكل يفوت على المهاجع. انتباه الكل يسمعني، انتهى وقت التنفس. الكل يفوت على المهاجع. ما شاء الله حلوة كتير بنتك، الله يخليها. معلش تعطيني اياها. وقفي باحترام لك، وقفي عندك، لا تخليني اضربك وانزع نهاري فيكي. حسرات شو عم تساوي؟ بعدي. عصبت شوي، هي هيك احيانا، لا تواخذيها بس هي مجنونه. جينا نعتذر منك لانه صار شغلات سيئه بغرفتك اليوم. واكيد نحن ما عندنا مشكله لا معك ولا حتى مشكله مع بنتك، يعني بنتك هي بنت اختنا. خدي خدي تفضلي. مبروك، هلأ صار فيكي تحكي على التليفون. ايه صار فيني. ليكي بس معلومة إضافية، أنا يا بوافق على الإذن هون يا أما ما بوافق. فيكي تتصلي ببنتك؟ طبعا فيكي تتصلي. ايه بس بالأول لازم تعملي لي أنا بديها. بكرة في عندك زيارة، رح يزورك جمال كارا ورح تاخدي الأمانة منه وتجيبي لي إياها بدون ما حدا يشوفك أو يلقطك. وإذا نجحتي بهالمهمة رح أسمح لك تتصلي ببنتك. شو رأيك بالفكرة؟ أوه أوكتاي بيك، ما شاء الله سبحان الله. غرفة دينيز ديمير هون ما؟ إيه هون هون، فوت فوت. إيه شو هالهيبة وشو هالطول هاد؟ فرحت عيوننا وقلبنا بجيتك. أوه
مرحبا. احترامي أوكتاي بيك. شو كل شي منيح؟ أكيد منيح. تمام أوكتاي بيك، كله منيح. هي رفيقتنا الجديدة، جينا نتعرف. ايه تعرفوا طبعا، محاميكي ناطرك برا. اي محامي؟ ايه بس انا ما طلبت محامي. شو بيعرفني، بيكونوا قرايبينك طلبوا. يلا تعالي رجعي لعندي بس تخلصي فورا. لك لوين رايح؟ من شربك قهوة. ناطرينك المسا نحنا. عندك خيارات كتير هون. ألو؟ ألو إيشا؟ أمي؟ يا روحي أمي، روحي وعيوني. أمي اشتقت لك كتير كتير، اشتقت لك. وأنا يا روحي اشتقت لك كمان. أنا ضايعة بلاك. لكي حبيبتي، كيفك؟ أنا منيحة، أنا منيحة، لا تخافي. أنت كيفك؟ أنا ماني منيحة يا أمي، ماني منيحة، ما عم اتحمل ابنهم. بعرف يا روحي، بعرف يا روحي، بس تحملي شوي لو سمحتي. تمام؟ لو سمحتي كل شي رح يتحسن. أمي، أمي أنا بدي أخبر أمي كل شي. أصحك تعمليها. ما بقى فيني أتحمل. أصحك بنتي. لا بنتي، بترجاكي أوعك تقولي شي، بترجاكي. ما بقى أتحمل يا أمي. لا يا بنتي بترجاكي لا تعملي هيك شي، انتبهي، أوعك تعمليها. ألو إيجام، إيجام. ألو، ألو، ألو إيجام. ما عم تسمعيني؟ يلعن. خلص وقتك يا حلوة. ما قلت لك تعالي فورا بس خلصي المكالمة. أنا بعد تليفون كنت فورا رح أجي لعندك لحالي، بس في موضوع كتير مهم هلأ المفروض أحكي فيه مع بنتي. خلوني أحكي. ما عم تفهمي يعني؟ ممنوع هالشي. ليلي ليش؟ ليش هيك عم تعملوا فيني؟ لأنه أنا جاية على بالي هيك ساوي. لو سمعتي كلامي كنت خليتك على فكرة، لأنه بالنهاية نحن عالم عنا قلب وضمير. طيب إلك بس لحظة شوي، لو سمحتي خليني أحكي تليفون دقيقة بس. سرا تخليني أكسر التليفون؟ مفكرة هيك القصة؟ لا تعذبيني بنوب. تحكي على التليفون مرة واحدة بالأسبوع، وهي إذا أنا سمحت لك. عم تفهمي؟ شو رأيك تجي معي نتمشى سوا؟ تعي نشم هوا. يلا يلا. انتهى وقت المكالمات، انتهى وقت المكالمات. ليكي خلص بشوفك بعدين ونحكي بالقصة ماشي؟ وقفوا وقفوا، شو لوين أخدينا؟ ييه الموضوع مهم كتير، لازم أحكي مع بنتي شوي. كراسي، حتى لو كتبتي اسم بنتك بقائمة التليفون، وحتى لو هنن سمحوا لك تحكي على التليفون، طلعي شايفة هالورقة اللي بإيدي؟ إذا ما هلأ بتوقعي عليها ممنوع تحكي. وإذا بتفكري تروحي على الإدارة وتقدمي شكوى، رح ورجيكي يا حلوة عزرائيل بعيوني. قرار عندك. لا إذا بتريدي، بترجاكي ما طورتيني بقصة معك. أنا قلت اللي عندي، حيزورك جمال كارو.
خبرهم بكل شيء. وأنا بحبك كتير يا روح قلبي يا عيوني. بحبك كتير وما بقى فيني أتحمل. الله يوفقك تعي. ما بقى فيني أتحمل أمي. أنا اشتقت لك كتير وضايعة من دونك. قالتها كان صحي عن جد. جد عم تحكي. الحمد لله. شكرا الله. الحمد لله. شكرا الله. بشكرك يا ربي. رحت لك والله. بشكرك يا ربي. حاجتك تبكي رح تخليني ابكي هلا. ها كيف بنتك؟ منيحة. نشكر الله. منيحة عرفت من صوتها. الحمد لله على السلامة أخي. رجع لك وعيك. رح نرجع على البيت. أنت رح ترجع توقف على رجليك. طمن أخي. بابا سامحني. أنا آسفة كتير. بابا أنا آسفة كتير. أنا آسفة يا بابا. أنا آسفة. آسفة. بابا. بنتي. بنتي. بابا. بابا. هاك عم بيك. تفضلوا. الدكتور قال انه فينا ناخد افادتك اذا سمحت. فيكم تطلعوا لو سمحتوا. ليش لا اطلع لبرا؟ ماني غريبة. هو أخي وما في أي أسرار بيناتنا بنوم. مدام لو سمحتي طلعوا شوي. يا الله الحمد لله إنه ما مات. الحمد لله يا رب. الحمد لله. دينيز نفتي. دينيز ليكي أنت صار عندك حجة كتير قوية. رح يحطوكي تحت الحد الأدنى للمادة 126 وهيك بيعفوكي من تلت المدة. يعني بيحكموكي سنتين وبتقضي منهم سنة برا. بصتي الحمد لله أنك نفتي. الحمد لله نفتي. رح يطلع. عفو عفو عفو. رح يطلع. رح يطلع. عفو عفو. رح يطلع. عفو عفو عفو. رح يطلع. عفو رح يطلع. أيوة. إن شاء الله أبوكي ما تتراجع حالته بعد التحقيق لأنه أكيد رح يجن لما يسمع اسم هديك المرة. بعدين نحن تخانقنا. ما كنت بوعي أبدا. ورجعت لوعي وقت انصبت. عم تقول السلاح كان معك. أنا أوصت حالي. زوجتك قالت هي أوصتك. الشي اللي صار بسببي وأنا أوصت حالي. طيب بس إذا هيك سيدي نحنا... سيدي فينا ناخذ الإفادة حسب ما هو حكى والنائب خليه يقرر.
ايه طيب بس سلامة، فيك توقع لي هون؟ طبعا. شو عم يعملوا هدول برا؟ شو صاير حسرة؟ ما دريتو جفرية طلعت برا ورح يخلو سبيلة. يا عيني شو ألف مبروك يا جفرية. أيوة أيوة خلينا ألف مبروك، زوجك اليوم استعاد وعيه. شو عم تحكي؟ منشكر الله. ألف الحمد لله. إيه ممتاز الحمد لله. فرحت لك. منيح إنك نفدتي من جريمة قتل. إيه صح. شكراً سيدي. تعالي معي يلا، محاميكي ناطر. لحظة. أنتِ ما فرحتي كثير بالخبر كأنه ما هيك؟ ما فرحت؟ لا سيدي، ليش لحتى ما أفرح؟ ليش هيك عم تقول يعني؟ ما بعرف، لو كنت مكانك كنت طرت من السعادة، أو على الأقل كنت فتت بيناتهم ورقصت شوي لحتى حس بالسعادة. بس يمكن أنت عرفتي بالخبر قبل ما أجي لهون، ما هيك؟ ها؟ بشكل ما يعني. يعني بأي شكل؟ آه؟ انتو الشك بينتقل بالعدو عندكم؟ بتضلكم تنكشوا لتلاقوا تهمة، صح؟ يا أخي هي هيك بتفرح، وانت فرح مثل ما بدك وقت زوجك يطلع عايش. عزراء لسانك طويل، شي يوم رح يجي حدا. شكلك فهمتي، تعالي معي. يلا يلا خلينا نرقص بنتي. يلا نرقص يا عمي. انتي وعدتينا يا اختي. عزراء دبر التليفون وبلش يشتغل بالسجن، يعني صار عنده تواصل مع اللي برا. سكروا لي هالباب. عم تجمع المصاري بالطلبات اختي. شراب وحب واي شيء بيصح لهم. عم تفوش على وش المي. صارت عقبة بوشنا. شو رح نعمل؟ رح نهتم فيها بشي طريقة. أول شي مناخد احتياطاتنا وما منهجم قبل ما نكون جاهزين. خليهم يتخانقوا مع بعضهم، نحنا علينا التحريض. إذا تحريض اتركيها علينا. خدوا معجون حلاقة مشان نسكر الكاميرات. تمام اختي، انتي لا تاكلي هم ابدا. رح روح على الغرفة ورح خلي عزراء فورا تجي وراي. خلي الكاميرات تصور بعدين منعطلهم وحدة وحدة. بقول دفاع عن النفس وبنفوت. هاد دفاع عن النفس صح؟ لأنه الدفاع عن النفس مو جريمة. على فكرة زوجك قدم إفادته بس ما اشتكى عليكي، وأكيد فترة وبتطلعي، يعني ما رح يصير عليكي أي شيء. عن جد هالحكي؟ إذا النائب ما شاف شيء بينشك فيه رح ننهي إجراءات إخلاء السبيل خلال فترة قصيرة وبتطلعي بعد أسبوع. شيء بينشك فيه؟ شو الشيء اللي بيستدعي الشك؟ أنا بقصد إفادتك وإفادة زوجك كانوا كتير متناقضين بالواقع، يعني أنتوا الاثنين اعترفتوا بالجريمة. بس لا تخافي، النائب أساساً رح ياخد إفادة زوجك، بهيك وضع بيطلع الحكم للصالح العام والمتهم. وكمان رح ذكرك للمرة الثانية لا تتدخلي بشي بهي الفترة أبداً.
لا تعملي أي شيء تتعاقبي عليه، ومثل ما قلت لك الإجراءات بدها فترة قصيرة، وبعدها دغري رح تطلعي وتصيري حرة. يلا يا بنات شوفكم بعدين. يلا يا بنات تفرقوا، تروح كل واحدة على شغلها. سيبال، خديجة، مريني اختي. بتروحوا اتنيناتكم وبتعملوا خناقة وبتنهولي الجديدة. دينيز ما؟ نقتلها تكرم عينك. لا اجرحوها، وعزرائيل بيتكفل بالباقي ان شاء الله. روحوا يلا. ايه تمام اختي. ما حبيت الشاي، كان مثل القطران مبين. الف مبروك. اساسا انا كنت بعرف. ليش مالك مذنبه؟ يعني انت مو شكلك وحده بتقتل. فيك تعرف كل هذا من الشكل؟ الواحد بيصير فيه عنده خبره، من نظرة بتعرفي مين المذنب ومين لا. هاي الوقحة رح تهجم علينا. ايه وتهجم شو فيها، وقتها رح فرجيها شو هي قيمتها. شو رأيك اضربها وقطعها شقة؟ طولي بالك، اهدي شوي حبي. لا واضح القصة جد، طلع كيف مستعدين ومجهزين حالهم وما بعرف شو معهم وشو عم يعملوا حركات. إلغاز جمعيني البنات وتعول عندي. رح اجمعهم. دعي ميلتم. عادي عادي. حطيت مناوبتك بغرفة المراقبة. منيح شفتها الصبح. لازم نفتح عيوننا كتير منيح بهالكم يوم. قصة عزراء وقدرات ما هيك؟ شفتهم قبل شوي عم يتطلعوا ببعض، ما ارتحت لهالنظرة بنو. خلي هون يتطلعوا،
حتى خليهم يتخانقوا كمان. الكاميرات والإنذار معك أنتي، ما بتعملي شيء قبل ما تاخدي الأمر مني. أمرك مفهوم؟ ليكي كلامي واضح، ما بتبعتي حدا لأي مكان قبل ما تاخدي الأمر مني شخصياً، مفهوم؟ ما بتعملي شيء بنوب. إيه أمرك. روحي عشغلك. عذراء، لا تلعبي مع هالمرة، أحسن ما تصير شي قصة وصخة. أنا ما عم بلعب، هن حابين يلعبوا معي. تعي يا روحي. طولي بالك. تمام، خلينا نفوت ونحكي معهم بالأول. ايه فوتي انتي جالي، أنا عندي شغل هلأ. عذراء بكفي، بلا ما ينأذى حدا، مو ناقصنا. جالي خلص بقى أختي خلص. عذراء جالي قعدي على جنب ولا بقى تتدخليها. تعي تعي تعي، خلينا نفوت لجوا. لا تخافي بنتي. تمام يا عيوني انت. دينيس دينيس يا بنت دينيس، تعي خديها. خلي عندك شوي. شوفي قدرت بدها تهاجم بناتنا برا، لو سمحتي ديري بالك عليها وسكري الباب ولا تخليها تطلع لحالها. تمام. وين بدك تروحي؟ روحي لعبي مع خالته دينيز شوي. ماشي بترجاكي دينيز، لا تخليها تطلع لحالها. يلا فوتي لجوا، يلا فوتي، يلا حبيبتي، يلا يلا سكري وراكي. هاتيها من ايدك، هاتي هاتي. بيقولوا دودو مجنونة. جاية ورجيكم يا واطين، جاية. انتم مهمتكم تهتموا بدينيز لما يجوا الحراس لهون. خلص بكفي، يلا على السريع، يلا لا تخلوني فشر الطابة. يلا اختي قيمي الطابة وروحوا من وشنا، يلا بلا مشاكل. ليش هيك عم تطلعي؟ مغرومة بجمالك كتير يا حلوة، شو ما عاد اتحمل هيك بدي اهجم. عم يخربوا الكاميرات واحدة ورا الثانية، شغل جهاز الإنذار. أنا ما قلت لك انطري؟ انطري الأمر مني وما تعملي شي من راسك. تدور تدور، يلا تحركوا تحركوا، يلا برا، يلا طلعي لبرا، يلا بطلوا غرف، يلا برا من هون من هون، يلا طلعي لبرا، بعدولي يلا تحركوا، يلا لبرا بطلوا السرعة، لك بعدي هيك اسرعوا اسرعوا، يلا 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 ما تخلوا مكان تفتيش، يلا بسرعة، يلا بسرعة، يلا بعدي هيك، يلا بسرعة اطلعوا لبرا، لك يلا امشوا، فضوا الغرف فضوا الغرف، عم بقول لك بسرعة، يلا ما بدي اضيع وقت، يلا حركي حالك. شو عم تساوي انت وياها؟ يلا يلا بعدوا هيك، يلا اطلعوا تحركوا تحركوا. وينك ختيارة النحس؟ وهي حلاقتي اجت لعندك.
أنا ما رحت لمحل. المتعة الحقيقية بتبلش هون. خالتو خليني روح لعند ماما. طيب حبيبتي، ليكي بس تخلص العجقة رح تجي ماما لهون فورا، خلينا ننطر شوي. لا خلينا هلا نروح. طولي بالك. صورة بنتي يلي تقطعت شي خمس شقف، تتذكري انتي لزقتيها وعطيتيني اياها صح؟ انتي بتعرفي شو اسمها لبنتي؟ وقفي وقفي اويكو. وينك امي؟ اويكو وقفي، بعدي من طريقي. اويكو تعالي. ميرتم محتاجين لرجال، مو شايفي ميرتم؟ اوكتاي لا تعملوا شي هلا، لا تتدخلوا ابدا قبل ما نبعث لكم الدعم، عم تفهم علي اوكتاي؟ نتركهم ياكلوا بعض يعني؟ اوكتاي قلت لك انطر ليجي الدعم، لا تتدخلوا ابدا، لا تتدخلوا. سمكتنا اكلت الطعم كله، وهلا رح نفتح لها بطنها مشان نقدر ننظفها. امسكوها منيح لشوف. ست نيهال رح شغل الانذار، الوضع جوا كل ماله عم يتعقد، انا لازم شغله. قلت لك انطري ما هيك؟ انطري امر مني، ما تعملي شيء من راسك، فهمتي؟ ست نيهال خليني شغل الانذار ويجي الدعم، الوضع تعقد. انت ما عم تفهمي علي، عم اقول لك انطري، انا جاي. ما بدي اشوف حدا بالممر، على السريع على السريع. اول شيء رح اجرحك شوي. روقنا وانبسطنا كتير، وهلأ وقت النهاية، وقت النهاية فهمتي؟ فعدي انتي وياها وكل حدا يقرب عليها. انا شرطي جاية، اتركوا عني حيواني، ما رح اتركك عايشة. اطلعي تشوفي يا بنت الحرام. قلتلك الشرطة جاية، رح علمك تطول علي. اويكو وين رحتي؟ أويكو خمسة وخمسين، ابعتوا الإسعاف فورا. شو عم يصير؟ نهال؟ تعي. نهال حبيبتي لا تتركيني، لا حبيبتي. شو بكون هيك واقفين اعملوا شيء؟ طب الإسعاف نهال. بترجاكي لا تتركيني حبيبتي، لا تتركيني.